نحن هدفنا الأساسي كان حماية المستهلك، حماية البيئة، ترسيخ أهداف البيئة، التنمية المستدامة، والنهوض يعني شبان وطالبات فلسطينيات رائدات من طالبات المدارس إلى سوق العمل. المشروع يعني حقيقة هو بيرسخ أهداف التنمية المستدامة 2030، واللي احنا كنا امبارح بنحتفل بيوم البيئة العالمي. طبعا اللي احنا من أنصار هذا اليوم في منتجنا. المنتج حقيقة احنا تقريبا خلصنا بيع، لكن المنتج لاقى تهافت شديد من الناس. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.